الإسعافات الأولية لإنقاذ الأطفال من الحوادث. ما زالت الحوادث تشكل نسبة عالية جداً من الوفيات عند الأطفال، وتحديداً في مرحلة الطفولة المبكرة، فهناك الحروق التي تصيب الطفل بسبب ترك النار بدون حاجز، وتناول السموم التي تشمل الأدوية الموجودة بالمنزل أو السوائل المنزلية المستعملة للتنظيف، واستخدام السكاكين والمقصات بدون إشراف الوالدين، بالإضافة إلى حالات الغرق أو إصابات ضربة الشمس وابتلاع الأجسام الغريبة. هذا التقرير يوضح لنا الإسعافات الأولية لهذه الحالات مع عدد من الإرشادات حتى تتفهمها الأم وتسارع بإنقاذ طفلها. بالنسبة لإنقاذ الطفل عند ابتلاعه السموم في هذه الحالة، يجب أولاً التعرف على النوع ومحاولة معرفة الكمية المتبقية في الزجاجة لتحديد الكمية المبتلع منها، ثم الإسراع بنقل الطفل إلى المستشفى حتى لا نعطي الفرصة للجسم لامتصاص السموم من المعدة والأمعاء وانتقالها إلى الدم. تنظيف الفم وإزالة البقايا من الأقراص أو المواد السامة بداخله وإرغام الطفل على التقيؤ. وأسرع الطرق هو وضع الأصبع في حلق الطفل مع تحريك طرف الأصبع في سقف الحلق أو في البلعوم حتى يحدث القيء. ولكن في حالة التسمم بمواد متطايرة من المنظفات المنزلية أو الطلاءات أو الأحماض أو المواد الكيماوية، فالأفضل عدم إرغام الطفل على التقيؤ خوفاً من احتمال أن يستنشق السموم مع التقيؤ فتصل إلى الرئة. وينصح في هذه الحالة أن يشرب الطفل اللبن أو الماء حتى يذهب إلى الطبيب لتحديد نوع العلاج. إن حوادث الحروق تحتل المركز الثاني بعد حوادث الطرق، والطفل هو الضحية الأولى لهذه الحروق المنزلية، ولإنقاذ الطفل على الأم اتباع التالي: إزالة الملابس من على المنطقة المحروقة فوراً، فتح الماء البارد لمدة 3 إلى 5 دقائق، وليس المثلج نظراً لأنه يسبب المزيد من تدمير خلايا الجلد على المنطقة المحروقة.